وننتقل إلى مراسلنا رامز القاضي في الضاحية الجنوبية. رامز، أهلا بك. هل صدر أي تعليق أو بيان من حزب الله على الموجة الثانية من الهجمات اليوم أو حتى من السلطات اللبنانية حتى الآن؟ حامد، بعد مرور 3 ساعات على بدء هذا الهجوم الثاني لم يخرج أي تعليق رسمي من حزب الله على غرار ما حصل بالأمس. بالأمس كان موقف الحزب تدرج في 3 بيانات متتالية. الأول كان تعليق على هذا الهجوم، والثاني توعد إسرائيل بالرد، والبيان الثالث كان أن أعرب فيه الحزب عن فصل هذا المسار، مسار جبهة الجنوب، عن الرد الذي وصفه بالعسير، وأن هذه الجبهة لن تتوقف. حتى هذه اللحظة لم يخرج بيان عن حزب الله. ربما هناك يترك الموقف لكلمة الأمين العام للحزب نهار الغد، الذي أكد مصدر في الحزب للتلفزيون العربي أنها لا تزال في موعدها عند 5 من بعد ظهر نهار غد. أشير إلى أنه كنا أثناء هذا التشييع في منطقة الغبيري عند 5، حيث مع كاميرا التلفزيون العربي، وكنا رصدنا انفجار أحدى الأجهزة اللاسلكية في إحدى سيارات الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، وهذا ما شاهدناه بالفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة هذا الانفجار والناجم عن تفجير هذه الأجهزة اللاسلكية، الذي أكد أيضا مصدر أمني للتلفزيون العربي أن حزب الله استوردها أيضا قبل أشهر قليلة، إضافة إلى أجهزة البيجرز. وبآخر التحديثات الطبية، هناك 9 شهداء حتى هذه اللحظة في هذا الهجوم الثاني بحسب وزارة الصحة، و300 إصابة، وما يفسر أن العدد مقارنة بنهار أمس هو أقل بكثير، أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي جرى تفجيرها اليوم بحسب مصادر أمنية لبنانية أن عناصر الحزب تستخدمها فقط في مهمات محددة كالاحتفالات والأمور التنظيمية أو في بعض المهمات القتالية، لأنها عرضة أولا للتنصت، وثانيا لأنها ذات مدى قصير، وبالتالي تستخدم على نطاق أضيق وليست بمقارنة أو بكثافة الأجهزة البيجرز التي كانت منتشرة بكثافة وبالألاف في غالبية مراكز التي يتواجد فيها عناصر من حزب الله. وبالتالي هناك ترجيح من وزارة الصحة اللبنانية أن يستقر عدد الجرحى عند هذا الحد، عند 300 جريح و9 شهداء. وكان رئيس الحكومة اللبناني قد أعلن عن نهاية أو شأن عملية نقل المصابين قد شارفت على نهايتها. في هذا الإطار أشير أيضا إلى أن ميقاتي تلقى اتصال من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن تضامنه مع لبنان وأنه يجري سلسلة من الاتصالات لوقف العدوان عليه. ميقاتي كان وصف ما يجري اليوم وبالأمس بأنه جريمة موصوفة، وأن كل الشكاوى التي تقدم بها لبنان إلى الأمم المتحدة تذهب إلى الأدراج. إذن ترقب كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت، هناك غضب، هناك ترقب لكيفية رد حزب الله، الرد وفق القاعدة التي كان أرساها في وقت سابق من هذه المواجهات بالتماثل، وكيف سيحدد الأمين العام للحزب نهار غد هذا الإطار. بدأ واضح من إشارة رئيس المجلس السياسي في الحزب هاشم صفي الدين، الذي بالمناسبة كان يتحدث خلال هذا الحفل التأبيني للشهداء في منطقة الغبيري، وقال إن هذين الهجومين سيكون لهما عقابه الخاص، وبالتالي هذا إشارة إلى أننا واضح أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة من هذه المواجهات التي بعد يعني شهر من الآن تدخل، أو أقل بقليل تدخل عامها الأول. هل انتقلنا إلى هذا المربع الجديد؟ على الرغم من أن الحزب كان يؤكد مرارا طيلة
فترة هذه المواجهات أنه غير راغب بالحرب، لكن هذه أو أنها بدنا نتحدث عن هجومين اليوم متتاليين هما غير مسبوقين في تاريخ الصراع ما بين حزب الله وإسرائيل منذ 3 أشهر. أختم فقط إلى أن مصدر أمني أكد أن هجوم اليوم هو أقل وطأة من حيث كثافة ومن حيث عدد الأجهزة التي جرى تفجيرها مقارنة بأجهزة البيجرز بالأمس. نعم. شكرا لك حتى الآن رامز القاضي من الضاحية الجنوبية في بيروت، سنعود إليك بكل تأكيد خلال هذه التغطية.